أسترو ليلي بونجور غرو بونجور، نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. متابعينا راديو إي إف إم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. إن شاء الله اليوم نهار مزين، نهار إيجابي، نهار بحرية مغيم هكا رومانسي نوعا ما، يعطي طاقة إيجابية خارقة للعادة. فما زاد التوازن الكوكبي ممتاز للأبراج الكل إن شاء الله. الحمل اللي البارح كنا له نهار عادي، اليوم نهار مزين يا حمل، اليوم نهار فيه شحنة خارقة العادة. ديجا تشوفها بالروح كيفاش قمت، تلقى روحك عندك برشا نشاط، برشا حيوية، عندك اندفاع، عندك برشا أمور، برشا قضيات، برشا خطوات إيجابية بالنسبة البرج الحمل، خاصة لو كان تتجنب أكل الاندفاع، حتى سورتو في الجانب العملي. إذا كان حسيت الوضعية مش هي، معناها انتبه قدر المستطاع، مش وقته حتى تعرف باش تكون هكا عندك هكا رد الفعل عنيفة شوية. ماذا بيك تكون هكا دبلوماسي سياسي، عارف كيفاش تصرف، عارف كيفاش تاخذ الأمور يا حمل. اليوم نهار مزيان، خاصة أخبار آخر العشية باش تبدل المعطيات الكل. أنثى الحمل استقرار كلي، واللي عندها اقلاق عاطفيا والا ماديا ان شاء الله عندك سخي سوغ لاغوت باش تبدل برشا حاجات حلوه. الثور اليوم الابراج المتالقه من الابراج المزيانه، شرقة جديده، حاجه جديده، مستجدات، خطوات غرق العاده، مفاجئات غير منتظره. اليوم نهار سبيسيال البرج الثور في العموم، خاصه عمليا اللي عاشوا ضغوطات في المده اللي اتعدات، ولا عاشوا قلق ولا يحسوا حقهم هذوم ولا حكايه ذاك الكل. اليوم عندكم اخبار مزينه بالحق باش تعرفوا فين اتجاه انتم ماشيين، وباش تعرفوا السوق كيف يدونسي. دونك اليوم نهارك يا ثور، نهار الحظ، نهار التفاؤل، نهار الايجابيات، نهار الرومانسيه، نهار الحب، نهار الحاجات المزينه الكل بالنسبه للثور، كوس سواء امراه والا رجل، سورتو اللي تعبوا في الفتره الاخيره. الجوزاء اذا كانت تحس نوعا ما بالبخل والا بالقلق، حاول تعمل هكا اراده وعزيمه مزينه، وواصل ما تجيش في الوقت المناسب وتقول مثلا ما وصلتش ولا عيت ولا مدارك الحكايه هذيك الكلها. نعرفوا الاجواء هذيا والطقس هذيا ياثر برشا على الابراج الهوائيه، يعيشوا وضع رومانسي خارق للعاده. دونك الفو با ميلونجي لي شوز، ناخذوا الامور الجديه والعقلانيه والخدمه والخطوات الحلوه، ونعيش رومانسيه وامام تاع باغاليل. حذر روحك في موقف والا في وضعيه، اعرف كيفاش تجيري الامور، ما تعطيش الفرصه لشكون يحط لك العصا في العجله. يا جوزاء مش وقته حتى تعرف. أنثى الجوزاء خليك متفاهمة، وإلى عندك نوعا ما من الغموض وإلى القلق، حاول خلي عندك الحوار وأختار الوقت المناسب. هذا ما يمنعش اللي أنت عندك توسعات مادية خارقة للعادة. السرطان اللي عندي مدة وأنا أقولهم أصبروا شوية، الأيامات اللي جاية من أحلى الأيامات أنتم فيهم يا سرطان. أي سرطان عنده أي حاجة، ماذا بيك ما تأجلش، ما تعطلش، ما توخرش، خذ الأمور بجدية، أخذ الأوضاع بدقة أكثر باش تحسن أخذ القرارات وتحسن معناها التقدم المزيان اللي انت تسعى له من مدة. انت سرطان اللي عايشوا اقلق عاطفيا، هذوما هما الايامات اللي باش توضح فيهم برشا حاجات حلوه وتخليك بالحق تتنقل من مرحله لمرحله. مهما كان اخذ القرار حتى لو كان سلبي وراه ايجابيات ممتازه، وحاول تسمع وابعد على الشك سخته وخيالك الواسع تمشي بيه بعيد برشا، هذاك ماذا بينا الايامات هذيا مش لصالحك. خذ الامور كيف ما هي بالضبط وما تزيدهاش من عندك، واي حاجه مقلقتك حاول تشوفها بطريقتك والا تحاور فيها. الاسد اللي قلنا البارح من الابراج المزيانه، من الابراج المحظوظه، من الابراج اللي بالحق عندهم خطوات، عندهم ايجابيات، عندهم تالق، عندهم نجم نقولوا الحصاد، نجم نقولوا عام مزيان على الاخر بالنسبه لبرج الصيد، كوسوسوار صيد والا لبا، كيف كيف، خاصه اللي يخدموا احرار، خاصه اللي عاشوا هكا خطوات بطيئه واللي صارت ضغوطات اللي تاثرت عليهم حتى نفسانيا في المده اللي اتعدات، نقولوا سي انطلاقه مزيانه، ايجابيات خارقة العادة، عروض ممتازة بالنسبة للأسد، كسوة تخدم معناها في إداري وإلا حر، عندك إيجابيات ممتازة. أنثى الأسد حب كبير يبدل المعطيات الكل، تبديل كلي، مرحلة ممتازة داخل عليها اللبا ليمات هذيا، وبكل أمانة حب وفلوس ونجم يكون زاد أصفر بوكوا با، تحس روحك في حالك ممتازة ومتوازنة وفيها برشا نجاحات. هذه فرصتك يا سيد لو كان تعرف تستغل المواقف
اللي باش تعيشهم راك باش تعيش فترات مزينه، ونجم نقولوا الفتره هذه هي الاساس نتاع الفتره اللي جايه ان شاء الله. معناها اي حاجه تزرعها اليوم باذن الله تحصدها غدوه. العذراء كان قينا الثور متفائل ومندفع وهكا وعندهم شحنه اراده. نقار العذراء كريمه الاخرى احسن برشا، خاصه التفائل والثقه في النفس والاندفاع المتوازن اللي ما فيهوش لا تردد ولا تسرع، دونك خارق للعاده، مسانده كوكبيه ممتازه، وليامات اللي جايه احلى واحلى بالنسبه لبرج العذراء ماديا عمليا صحيا عائليا من نواحي الكل، خاصه انثى العذراء عاطفيا وماديا تالق ملحوظ ليامات هذه اللي احنا فيها اللي هو شهر جانفي ان شاء الله. الميزان اللي هو رومانسي، نعرفوا الابراج الهوائيه ياخذوا شحنه وياخذوا طاقه ايجابيه من الاجواء هذه، دونك الميزان اليوم يحس بالنشاط بالحيويه بالتالق، عنده طاقه عنده ايجابيات عنده حب الحياه، سختو وقت يكون عندهم غفله مزيان غفله ايجابي من كوكب الزهراء اللي هو الجمال والحب. دونك باختصار شديد اليوم الميزان الجمال والحب، يعني اي حاجه عندك ميزان من غير ما تتردد وحافظ على جانب التفائل والابتسامه الجميله. العقرب اليوم من الابراج المتوجه بالنجاحات وبالتقدم الملحوظ وبالعروض خاصه، واي عقرب بذات عايشين القلق والم يحسوا روحهم يدوروا في نفس الحلقه نقولها وسع بالك الايجابيات انت فيها، ما تعرفش على الصدفه، ما تعرفش على السوربريز، ما تعرفش على الحدث اللي نجم يصير هكا في لمحه بصر اللي بدل المعطيات الكل واللي جايك ان شاء الله قريب يوصل. ما عادش ما نحكيش على الجزء اللي خذوه ما شاء الله عليهم اثنيتهم من نواحي كل عمليا ماديا عاطفيا، نجم نقولوا من احلى الايامات ومن احلى الشهور بالنسبه لبرج العقرب، كو سوا امراه والا رجل، سختو الرجال اللي يخدموا احرار واللي عاشوا ضغوطات في المده اللي اتعدات. حذر روحك عم سنة عامل فلوس وعامل حب وعامل نجاح ان شاء الله يا ربي. القوس التردد ليه والتشائم ليه والضغوطات ليه والحيره وقت اللي تصير روتار صغير والا اوبستكل صغير والا خطوه بطيئه، حافظ على التوازن، حافظ على الجانب العقلاني، عادي جدا اللي كان مشيت طون دغي صغيره والا بوز صغيره والا حاجه هكا ما يجي حد شيء بارفي 100%. دونك نهار اليوم ماذا بيك تكون انت لو ميتر دو لا سيتواسيون والا لا ميتريس دو لا سيتواسيون باش نجم تعدي نهار بطريقتك انت. واخر اخر اخر العشيه ان شاء الله عندك بون نوفيل تبدل المعطيات الكل، دونك وسع بالك يا قوس وخليك قوس وخليك عقلاني وخذ هكا شحنه باهيه من العقرب وخذ شحنه مزيانه من الجدي اللي انت معناها بيان اونتوغي بهم. كان صدقني ربي مانيش غالطه، البون نوفيل بتجي القوس من عند الجدي من عند العقرب، حاجه ياسر مزيانه حاجه ياسر حلوه اللي باش تبدل بيان سيغ باش تبدل برشا معطيات، هذوما تفاصيل نحكيهم ان شاء الله نهار الاحد. الجدي اليوم رجعوا خذوا التوازن، الرضا على النفس، خرجوا من الفتره اللي فيها النجاحات مزيانه وخطوات حلوه، اما كان نفسانيا عندهم نوع من القلق نوع من الاحباط والخوف من اللي جاي. هو ليه مش صحيح عادي باش نعيشوها، واحد كيتعب برشا والا يستنى برشا بيان سور يوصل المرحله هذيك يولي يخاف من كل شيء والا تقلق من كل شيء، دونك هذيك فتره تعديناها. هذوما اياماتك يا جدي خاصه في اخذ القرارات في حسم الاوضاع في التنقيل من مرحله لمرحله، تكون عندك هكا عزيمه وعندك اراده وحب المغامره، سورتو وقت اللي تواصل وقت اللي تغامر باذن الله توصل اللي انت تحب توصل له. انتبه لادق التفاصيل ومعناها ماذا بيك ساعه ساعه كي تسمع الكلام فما حتى مشكل واختار الكلام، مش كل حاجه تلمع ذهب، في اتونسيون. نجم نقولوا جدي دخل على فترة ينجم يتحسد عليها بالنجاحات بالفلوس بالتألق بالاستقرار بحب الحياة برشا حاجات مزيانين بالحق بكل أمانة، من أحلى الأبراج من بالحق اللي عنده مساندة كوكبية ممتازة خارقة العادة هو برج الجدي، سورتو أنثى الجدي اللي عاشت حيرة في المدة اللي اتعدت. إن شاء الله إن شاء الله عندك سيربريز سوغ لاغود، دونك نهار مزيان نهار ممتاز نهار فيه شوية من كل شيء، شوية حب شوية فلوس شوية نجاح شوية أوكي شوية إي شوية مغادي برشا حاجات مزيانين. نجم نقولوا اليوم عندك بوكي دو فلور فيه الالوان الكل يا جدي، هنيئا للجدي. ادلو خاصه ادلو كي يعملوا خطوات مزيانه ويمشيوا ويلقاو الامور تمشي معاهم هايله خارقه العاده، بعد كي تصير بوز صغيره يتقلقوا ينساوا اكل ايجابيات وكل ماذا بيا ليه حتى في قمه معناها الضغوطات والا قمه التعب والا القلق ماذا بيك ديما تخزر للجانب المذيء. انت برج هوائي كوكب زحل عنده مسانده حلوه برشا
من كوكب المشتري. يعني باختصار شديد بلغتنا احنا اي تعطيل اي تاخير رو لصالحك دلو. طبعا بعد تعرف عليه صار موقف هذاك بتشوف اللي انت من بعد باش تشوف نتائج خرق العاده بتتخ ما كنتش تستناهم جمله. دونك انتبه انت من الابراج المزينه من الابراج المحظوظه خاصه ماديا عمليا اي سورتو عاطفيا عائليا جامبدوتوش وهي من كل شيء. دونك نجم نقولوا الاسطل معبي بالحب بالقلوب بالورد بالحاجات المزينه الكل الكل. خليك كما انت يا دلو واصل وخاصه حافظ على الروح المزينه اللي فيك كالمر اللي عندك الضحكه الحلوه كل الجانب المزين اللي يخليك تواصل وتقدم بكل اراده وكل عزيمه. الحوت الحوت عندي مده وانا نقوله بالله وسع بالك بلغه هكا بسيطه ما تسمعش كل شيء اعطي اسمع حاول تتفهم الحكايه ما تزربش. إلا حسيت بنفسك عندك نجاح وعندك تقدم وعندك إرادة وعندك حاجة هكا مزينة بواق وبديت توصل اللي تحب عليه خليك كما أنت. تبديل مش باهي خذ الأمور واحدة واحدة وأي مرحلة وصلت لها راي هذيك باز وإلا أساس للمرحلة مخير. ولهذا ماذا بيك تكون متوازن متفهم تعرفك تشكلم تعرفك تسكت تجري الأوضاع بطريقتك المزينة. الوقت هذية أول العام اللي احنا فيه انت في أمس الحاجة للذكاء اللي عندك الذكاء المزين الذكاء الإيجابي ما هوش السلبي. ما نفركسوش على الديدي تايم عنا بهم حتى علاقة ما نسمعوش كلامه يأثر فينا ونبلبزوا به الدنيا كل. ماذا بيك تسير الأمور بطريقتك انت الخاصة. انا هاني وصيتك انت في فترة حساسة في فترة زين فيها برشا نجاحات لو كان تكون توازن لو كان تعرف وقتاش تتصرف كان تاخذ الامور بجديه اكثر وتكون منضبط تو فافاغ معناها الوقت الجاي شنو اللي مخبي باذن الله مخبي كان الحاجات الحلوه. انثى الحوت تبديل مزيان على الاخر الجانب العملي استقرار كلي والا عرض ممتاز. جانب العاطفي حب كبير يغطي برشا حاجات حلوه ومزيانه. ماديا توسعات غير منتظره بالنسبه للحوت وهنا نلقاو الحوت بالحق بدا يتوج بالنجاح متاع الخطوات اللي صاروا في الفترة اللي اتعدات وكان فيهم ايه وليه وجزر ومد واخذ ورد. هذه كمرحلة خرجنا منها عارف كيف تتصرف وخذ الأمور بجدية أكثر وباش توصل بإذن الله تحقق اللي تحب عليه واللي تحلم به واللي تتمنى فيه من مدة. ديما في الأول وفي الأخر نقولوا نتفائلوا خير نلقاو كان الخير إن شاء الله. شان نهاركم أسعد الأيام. إيفام إيفام اليوم السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع الراف ماج البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق. التسعة ونص جيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهين ودورة في المرشي ومدام عليا تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك سفيان بن حميدة طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهجة تريبينال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما تلاتة غير أربعة 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي استشارات ونصايح طبية مجانية مع هجر الحناشي. إي إف إم أحلى غاديو 10 و20 دقيقة مرحبا بيكم نسكل لطف عليك لطف عليك لطف عليك يراه فينا ولا فيك يا وجوج لطف عليك بارك الله فيكم شكرا لكم بارك الله فيكم أميمة عياري من بيروها جيت عايشك يا أميمة ربي فضلك اسم الله علي ريت حومة خاطرها حومة خاطر ذيك هكا صغيرة تنقص في الحومة دونك قعدت ربي برشا بوسيت يا أميمة ربي خليك هوا بنديري يا بندير
دالي شويه بندير ميساج ميساج يا ريال لا لا يا سيدي رجعنا لكم من جديد في المدام وجيها قمنا من الصدمه صحصحنا شربنا قهوه سمعنا اخبار الحظ مع ليلي اخبار جميله دونك باش نشوفوا توا اكسهسوها فانا مرشي من المرشيات تتسهسه نمشي له با مرشي الو 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 ساسوهيت صباح النور صباح الورد شنو اللي طاح بحذاك اسم الله عليك انت تحت قليلي ما تحتش هاي هاي منوره منوره ساسوها محليك وتيتك الاذاعه نتاع المرشي وزنها بيضه بالبرد والله العظيم هيك بكل هريش وتفشفيش وواحد وكل سافاجه وكبي والله سافا الحمد لله شو عامل فيك البرد والله عامل فيا صحه ليك العيشه اي لا لا مش برشا لهنا سلم قريتنا نحن سلم قريتنا انت وين فانا مرش والله كنا قريب في احلى شيء مرشي لفايت اي كنا قاعدين نتوقع هكا القدره اي مرصفه من هنا تعبت تعبت الفوت اي لهنا يسمع عليك وزيها وقالوا لك وينك بانتيانتي المرشي بعدت قل له ما بعدت ولكن نتو نرجع لها خاطر مرشي فيه برشا برشا حاجة بيه سلم عليهم الكل قل لهم ربي يجيب الرزق ان شاء الله للناس الكل ان شاء الله يا ربي للناس الكل باش باش تبدي لنا نبيكم اسوين الفوت يلا اسوين عادية كما قال لي نلقاو السوق 23 دينار 8 ليه قل له مش عادي انك ماكش لابس البافيت مش عادي مش عادي وين البافيت قل له وين الماسك كل عادة من تالي في المكتوبة باش يحطها فوالا هاو ايه ولد الجمعية لابس واه باه ولد الجمعية يلا نلقاو سردينة 5600 شبريد 22 دينار و 600 ايه مرجين 12 دينار و 600 ايه نلقاو القرني 22 دينار ايه هذا اسمه زمان هذا يا الطن 9800 اي نقول المول المول وقته هو توا باهي معناها مليان زعما المول وقته هو توا بالمول مول وليزويت فما الكلوفيت فما برشا قديش المول على خاطر ديجا الناس عملنا الكلوفيت قبل وجود دولار عملنا الصومون الصومون زاد هكا 49 دينار قديش وفما الميلو 49 دينار 800 اي فما مكان البحر يقولوا له الناس كلها تستنى اي باهي هذاك جي مرقه تهبل قد ايه؟ هذه المرقه المربيه 15 دينار و 600 اها فما القروض 16 اي فما القروض الخشيب البحري قديش؟ هذا القروض الخشيب 19 دينار و 800 القرنيط الخشيب 32 و 800 والدولار الخشيب 16 و 5 قديش تري الحجار؟ الحجار 45 حجر قل له غالي شوية الحوت عليه زعما عليه هكا حاجة كبيرة مختار موفيتون اي فوالا الخدمة طايحة شوية ان شاء الله ان شاء الله ربي يحرك سبابها هكا هاو ان شاء الله اي نمشيو للخضرة هكا محليك خضرة محليها لا لا على الخضرة اي اي القهوة الأخرى 2500 كيلو اي البطاطا 1200 اها الفلفل الحار 3750 اي الطماطم 1600
نلقاو الاتصال الاحمر 2500 اي بيت نجي 2950 اي حط لنا تصويرة الخضرة خلينا نشوف شفناك انت حليلتك محليك اي نلقاو النقرة 2750 اي الجبينة 3400 باقي فيك نلقاو الليتي 980 اي المعدنوس الرابطة 600 اها حقهم مسهلين علي المأمورية دونك عاملين لايك نتاعهم صحيح وتصور في روحك اه واضح مشي هذولي مع راس العام مشي الاخ اي على روح نحول فلفل نحلو 4675 بابا اي 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 شحطة الفلفل ولا يشوي الفلفل نلقاو من هنا الجبينة مرة أخرى ب 4000 اها اي بنوا يبنوا مع الجاري هذوك يبنوا صحيين هكا مع الجاري لذة لذة فينا برشا صحيح لو كان تحبوا نزيد نعطيكم اسوي من اعطينا شوية اسوي من الغلة جست معاي شفنا حوت شفنا الخضرة شفنا الخضرة نلقاو من هنا الفريز 3980 رطل يعطيك الصحة ساسوها شكرا ليك دونك هذه كانت أسوام الخضرة الغلة الحوت في مرشي لفايات بالنسبة للناس اللي قراب غاديكا ينقزوا أنا نعرف الخضرة والغلة غاديكا بالحق باهية برشا ونضيفة ياسر وتشرهك على دونك ناخذوا شوية شوية مش لازم نشريو بالكيلوات شوية شوية العبد يقضي كل يوم طريف طريف وكها نهارين ثلاثة كيلو نصر تاع الفلفل نصر تاع الطماطم معناها حاجات خفيف باش ما يوهقش خاطر فما عبيدك اللي تقضي بالشهر ولا فما عبيد تقضي بالجمعة دونك الحاجة تتكلف برش كي يبدأ سمعة ياسر عالي تتكلف برش على كل حال نتقابلوا ساسوا إن شاء الله غدوة في مرشي آخر نحن باش نقعدوا كالعادة في التطيب في التصنيف نمشي ونشوفوا درسوف إيش محضرتنا لوحة في كل جنتنا سبحان الله يقص وقت اللي يحب معناه أنا يعلم ربي بحالي وهو يعملك فن 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 شكرا لك مبوسك برشا أمين ما تعبنيش ما تعبنيش ما تعبني أنا في داء المستمعين أنا في داء المستمعين يلا درسوف صباح النور صباح الخير ورد وفلوى ياسمين هارك زين أشني يا حوادك الحمد لله صباح أش عملت لنا اليوم اليوم عملنا سويبة عم تعلوس سويبة عالوس أيوة تقولوا محنشة فما ناس تقولوا ملفوف انا الخير نقولوا سويبع لوس خطر المحنشة تبدا مدورة مش تبدا سويبع فهمتك اللي هي كان الغريبة من داخل والكفية لا لوز من داخل مش غريبة هذيك الغريبة زادة ملفوفة تبدأ في الملسوق هذو ما سويبع لوس يعني قلت لك فما ناس تقول لها محنشة انا ما نقولهاش محنشة على خطر المحنشة تجي مدورة سويب عالوز نحسها محنشة كينا الحلوفة ولا من أنا سبب يا محنشة محنشة يا محنشة بيه ها قدامي أنا الكعبات محليهم مرتوبين مريقلين ما تخافش من غير ما تغزل لك أنا بطلت الحلوقة أنا عم في ريجين تيلي امبوسيبل يلا درسوف أعطينا المقادير ناس تستنى فينا بشي ياخذوا المقادير تسمعش كلام المقادير باكو ملسوقة متاع سمسة 200 جرام لوز أبيض كعب
120 غرام سكر محاور، 30 غرام زبدة باش ندهنوا بها الأوراق. بيه. الطريقة، أول حاجة نحمروا اللوز الكعب، نحمروه لين يحمر بالكدا. من بعد نحطوه هو والسكر ونرحيوه مليح حتى يولي عجينة. بعد ناخذ أوراق الملسوقة ندهنوهم الكل بالزبدة، ومن بعد نحطوهم نرصفوهم فوق بعضهم ونقصوا 1 سنتي من الأربع جناب. من بعد نكيلوا نكيلوا 5 سنتي ونقصوا مستطيلات طويل. الوراق هذوك يعملوا لنا 3 صفوف معناها نتاع 5 سنتيمتر هذوك. من بعد ناخذوا المستطيلات اللي قصيناهم، كل مستطيل نقصوه على 2 ونحطوا ناخذوا العجينه نتاع اللوز نعملوا كعبوره ونحطوا على حرف الملسوقه ونلوي نعملوها كعبوره ما نعملوهاش صباع باش ما تخرجش من الجناب، خاطر هي بالطبيعه باش تاخذ الفورمه نتاع كي تروليها تاخذ الفورمه. به نرصفوهم الكل في طبق مفروش بالورق الطبخ، نشعلوا الفور 150 درجة وندخلوهم بين 10 و 15 دقيقة يتيبوا. من بعد نخرجوهم نخليهم يبردوا، كان ظهر لك الحشو خرج من الجناب من شوية ولا حاجة من غير ما تمسوا خليه يبرد، ومن بعد جست استويه بالسكينة. هذوكم هما سهلين وحاجة بنينة وخفيفة مع قهوة. مع قهوة ولا مش مع قهوة؟ مع كل شيء، مع كل شيء. حتى واحدة تتاكل تزرط حتى كي يجيك ضيف هكا حتبقى حاجة وفيسع فيسع معناها تنجم تعملها فيسع. عاودنا فيسع فيسع على المقادير درسا. باهي باكو ملسوقة نتاع صمصة، 200 غرام لوز أبيض كعب، 120 غرام سكر محور، 30 غرام زبدة اللي باش ندهنوا بهم الأوراق. داكوغ وكهو وانتهى الموضوع. يعطيك ألف صحة، ميرسي بوكو. صوابع اللوز محلاهم، دونك عملوا طلة يا جماعة على الباج نتاعنا اي اف ام تي في، تو تلقاو الفيديو كاملة بالمقادير بطريقة طريقة التعملين استعمال لا مش استعمال احنا بعد طريقة اللفين طريقة اللفين سعيد طريقة اللفت اللفت سمعتني طريقة اللفت عندك حرف ناقص والله العظيم يظهر لي يظهر لي يظهر احنا ما زلنا مواصلين معاكم في الاخبار، اخبار التلافس اخبار الميديا مع اسامه. نمشي وفاصل صغير ونرجع. يفهم اليوم السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع ريف ماج، البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق. التسعة ونص تجيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهين، ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع مدام وجيها. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبينال مدي ساعتين يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي، معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القراية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا ليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية الكيب والضحكة جارانتي.
العشرة متاع الليل شارك معنا في كلام في الليل عبر واعطينا رايك على 58 550 706. في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع ريف ماج، البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق. التسعة ونص تجيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا ذمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهان، ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوه مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انتي الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبينال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4، 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي، معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القراية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. الثمانية متاع الليل تسمعوا ليسار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معنا في كلام في الليل عبر واعطينا رايك على 58 550 706. في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع ريف ماج، البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق. التسعة ونص تجيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا ذمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهان، ودورة في المرشي ومدام عالية تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انتي الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبينال مدي ساعتين يحكينا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4، 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. برنامج ألو إي إف إم يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي، معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاغي يونسوكم في المرويح من القراية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عميمو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس.
ثمانية متاع الليل تسمعوا لي صار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 للعشرة متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. العشرة متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706. في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم السبت أحلى راديو. العشرة 41 دقيقة بعد الرقص والغناء أسامة هجم هجوم معاكس عالستوديو هو وأخبار والدنيا ما نحكي لكمش نار 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 أخبار اليوم. نمشي مع ميديا ماج يلا. ميديا ماج اصغ بونجور صباح الفل صباح النور ان خربش ديما تخربش وتعيط لطف لطف حلال مريون صح مريون ذكرني في التلفزه قبل ما تحل لك هيك محلاه اسمه مير دو بار ولا صحيح اتي اتي نورمالمون جميل جميل وراء داخل في الميديا ماج الميديا ماج نرجعوا المواضيع ديجا كنا حكينا فيهم قبل حكينا قبل على استضافه كادوريب اي معنا وفي الورتاني وكادوريم اليوم يورط قناة التاسعة الله الله, الله. بالحضور ذاك وبالباساج ذاك قناة التاسعة اليوم عملت لها لايكا لفت نظر بخصوص الموضوع متاع الاستضافة قالت فيه الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري انه معناها على خلفية الإخلالات المسجلة في حلقة 12 ديسمبر 2020 هي. من برنامج ديما لاباس واللي ضمنت روبورتاجات اتصالية دعائية لفائدة شخص مغني راب اسمه كادوريم جابوه باش يعملوا له حملة حملة دونك شبيتها ولا هيكا بو ما درس العام وكل لف ما تفرجت في الحلقة ما كذا بعدي ما الإدارة التونسية سامحني أنا 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 بالنسبة للقرار متاع ليكا لفت نظر سي حد شيء كادو كادو بالحق كادو معناها سامحني كان نعملوا ربع غلطة لهنا في الإيميسيون ترى 10 ملايين خطية وكذا واحد لفت نظر على على برنامج تقول أنت فيه روبورتاجات اتصالية دعائية ما يقابلش بعضه معناه الخطية ولا نقولوا احنا العقوبة والاشكال اللي انت اعطيت فيه رايك ما يقابلش بعضه فهمت كيفاش بون القناة قالت ندعو البلوتو لايكا قالت ندعو القناة لتجنب استعمال برامجها لغرض الدعاية اي كان شكلها والالتزام بحكم مرسوم 116 لسنة 2011 وكر سامحوني وكل راس الشروط وضرورة التزام صاحب الإجازة بعدم استعمال القناة لغرض الدعاية والتسويق لصورته الشخصية أو لصورة غيره أو لحزب ما معناه نتفكروا الكل وقت معناها استعمال بعض الحملة الانتخابية وقت الاتصال السياسي وكل معناها فما قنوات خذت خطايا كبيرة صحيح فما قنوات معناها فما برامج صحيح وصلت لحد التسكير لأن إذا كان أنت ثبت اللي البرنامج هذاك شفت فيه حملة دعائية لشخص ما نورمال ما لفت النظر ويصير على كلمة تقالت مش بلاستها معناها مال بلاسي ولا حاجة أما مش حملة دعائية لفت نظر يقعد ديما القرار للايكا وأنا كنت متأكد اللي كادوريم راه باش يتسبب في مشاكل القناة التاسعة أنا نتصور حتى كان عطاهم اختيار ما تقلقش معناها يدفعها كادوريم صحيح أنا مانيش موافق هذا إذا كان مش دافع قبل ما نعرفوش هكاك هاني حتى انا قلت هو راه تغلفت بكلها في اعمال خيريه معناه ما هيش حمله دعائيه اللي هو وكأن فهمت اي خرجت في راجل يعمل في عمل خيري يمشي قد في المدارس يعمل في السبيطارات وكل معناها شويه خذيت غلاف العمل الخيري اي بيان سور هو ديما نحاولوا نغطيه شويه كل واحد عنده هو حر معناها فهمت اما بالنسبه للايكا اعتبرتها حمله دعائيه فهمت نجم يكون نوفل اعتبرها انه صديق مقرب للكادوريم استضافه كيما يستضيفه قبل في لاباس والمره هذه استضافه بطريقه خاصه شويه فرح بيه اكثر فرح بيه اكثر
مما تسبلهم فها لفت النظر هذايا ان شاء الله هذه اهم حاجه تعرض بالك يا تسعة المرة الجايه نجمون هي زاد خذيت على زاد ضيف اخر يظهر لي عدا باغ 10 مليون على اي ولا اي عدا باغ عدا باغ على ورا البلايك 10 مليون ولا حمله دعائيه لفت نظر لفت نظر يلا هي فما مشكله هذه كانت عملت في قناه اخرى راهو ضربوا 200 مليون بالضبط هذيك المشكله انا كنت متاكد اللي كان صارت في بلاصه اخرى راهو خطيه معناها نشوفوا مع هشام السلوسي مارجيه شنو هما لي كريتير بالضبط وعلاش لفت النظر نحاولوا بالاسمي نرجعوا له الموضوع هذايا باش نحاولوا نفهموا لايكا اليوم كيفاش تخدم بالضبط صح دونك خلينا نمشيو للموضوع اللي حكيت فيه اغلب وسائل الاعلام العربيه المصالحه القطريه السعوديه دونك الناس كلها تحكي على القمه على الزياره نتاع امير قطر وكذا انا خذيت من هذا الكل موقف نتاع شخص معروف انه ثابت في مواقفه ما يبدلش رايه انسان مؤثر يطلع يحكي في الـ في الـ في التلفزه معناها في البرنامج نتاعو يقنع ياثر وثابت على موقفه انا ناكد لكم اللي هو ثابت هذا موقفه القديم من قطر هيك نسمعوه كان عنا عمرو اديب تصالح ولو قلدوك الذهب لا تصالح ولو قلدوك الذهب يا اهل الخليج هل انتم عايزين وسطيكوا خاين هل قطر دي كانت مهمة للخليج في أي حاجة؟ عمر ما كان قطر دي ليها أي ميزة بالنسبة لي حد يقول لي إيه فائدة قطر؟ اختفاء قطر من حياتنا لن يكون مؤثر ولا أي حاجة فلتختفي قطر انتوا لسه بتأمنوا القطر هو تعبان التعبان بيفضل تعبان في حد يصدق إن التعبان هيبقى حمامة؟ أنت مش أخوي أنت عدوي صعبان أنت عدوي تعبان يقول تعبان مش تعبان معناه تعب ثعبان قال عمره ما ثعبان يولي حمامة وعمرو أديب راهو إنسان معناها راهو ثابت على مواقفه ما بدلش رايه جملة بالموس جارانتي بالرسمي مع قطر معناتها الرحمة ليه ثابت 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 معروف عليه بعد المصالحة قعد ثابت على مواقفه هات نسمعوا اسألني أو يبعثوا لي حتى على الواتساب إيه حكاية المصالحة الخليجية يا عمرو أنا عايز بس أقول لحضراتكم حاجة أنا شخصيا كعمر كمواطن بقى مواطن بعيدا عن أي حد يعني ما تحسبونيش على أي حد أنا كنت بروح قطر أنا كان لي أصدقاء في قطر أنا كانت الحكومة القطرية في أوقات بيبقى عندها مناسبات كانت بتدعوني وكان عندنا علاقات مع ناس كتير ومسؤولين قطري عادي جدا زينا زي كل العالم وكل المنطقة اي لا هو علاقته بقطر حاجه وعلاقه قطر بالبلدان حاجه اخرى كان يحكي يا ودي ما عندكش فكره انت قطر تمشي يعيطولك باش تحضر ساعات تقعد في كرسي في ندوه ادبيه ولا اللي هي تاخذ على روحك تخلص بالدولار وتمشي في اعلى في احسن اوتيل معناه وجهها ما ينجمش تقلب ب 180 درجه لا الراجل يبسس قاعد نتاع راني نمشي لقطر وغدوه باش يولي قطر مش خايبه وبعد غدوه قطر معناه علاش تعبين ولا ارنب احنا مع المصالحه السعوديه القطريه ومع تصالح مختلف في الدول العربيه اما اذا كان انت عندك موقف معين ما شد فيه شد فيه شد صحيح شد فيه يعمل في السياسه اجا نقول لك يا اسامه هو يعمل في السياسه والسياسه نعرفوها احنا لعبه سامحوني في الكلمه قادره معناه ما فماش دي فالور في السياسه وين مصلحتك وين انت وليت قطر وليت قطر باهي وليت قطر باهي اللي هو فكرني في المسرحيه وليت شغال تاع الامام وقت ام صلى الصبح في 5 ساعات استنى الطابع مالكش فلوس عندي انا فكرني في الحبايب تاع البارح اللي خرق الحجر الصحفي نسب اي لا ما ثابت على لا ذاك عنده مبادئ مواقف ثابته والله كنت باش نجيب لكم مواقف من نوع هذايا معناها اخترنا من عمرو اديب في مصر وكل مواقف نتاع التوانسه وبعد قلت سايب عليا معناها حاجه استانسنا بها انه السياسيين ولن نتحالف لا ولا يتحالف تلقاه مش يتحالف من بوسه وتعنيق غادي من تحالف وهو في ولن يتحالف ديجا يبوس ويعانق في الوحده اللوطه في قاعه اخرى والله يلا نمشيو ما يهمنا وبرنامج مونيتورينج البارح في القناة الوطنية مونيتورينج بالضبط به في حلقة البارح أحكي على البرامج الترفيهية برامج الألعاب والمسابقات وتلفزيون الواقع والمنوعات قالوا اللي هي انتشرت أكثر بعد الثورة قالوا شنو هي أسباب انحراف بعضها على صناعة مضامين
الترفيه من الترفيه للابتذال. دونك مش يحكيوا بيان سور على الناس الكل، يحكيوا على بعض البرامج اللي انحرفت من الترفيه، كانت برامج ترفيهيه ولات ماشيه نحو الابتذال. قالوا هل انه يلزم منحها ولا يلزم تعديلها؟ هذوما اغلب معناها اللي نقولوا احنا لي كيستيون اللي طرحوا في وسط البرنامج. شنو هي اليات التعديل هذه؟ كيفاش كره الشروط؟ كيفاش نجموا ننظموا برامج المنوعات من غير ما ننحرفوا اليوم نحو الابتذال ولا بعض الحاجات اللي كل مره نشوفوا فيها وكل مره نحكيوا عليها لهنا في ميديا ماك؟ الضيوف نتاع شاكر بالشيخ كانوا وليد برويس رئيس تحرير في كاكتوس، تامر مكي رئيس تحرير نوات، وخبراء البرنامج بيان سور فتحية الصعيدي استاذ تعلم الاجتماع، ووليد المجري كيف كيف الصحفي وليد المجري اللي احنا باش نسمعوا منه شنو هو اهم اللي تحكي البارح في مونيتورينج، وين وصلوا في الاخر، شنو هي الريزولتا اللي طلعوا بها بعد ما طرحوا الاسئله اللي كنا نحكيوا فيها الكل. اذا كان وليد حاضر معنا نقولوا له صباح النور. وليد صباح الفل. وليد جوست نحب بعد ما نصبح عليك ويصبحوا عليك ليكيب الكل، نحب نسمعك اكستري صغير من اللي من بين اللي تقال البارح في البرنامج، موقف الاستاذه فتحيه السعيدي. باش نحكي راني على خصوصيه نتاع برامج معينه اللي نشوف فيها، اللي جيبوا لي اربعه مغاديكا واربعه مغاديكا ومعناها وكلام سي دي نيمبورت كوا، لا شفتهم يضحكوني اني وحده من الناس، لا شفتهم معناها يفرهدوا، لا شفت معناها فيهم حتى شيء، حتى شيء، كان معناها جون سي با يمكن حتى في معناها مقهى شعبي واحترم المقاهي الشعبيه تلقى النيفو خير من هذاك. معناها هوني هوني معناها بالنسبه لي صناعه نتاع رداءة تو سامبلومون تو سامبلومون باش نربح معناها فلوس. والمستشار المستشار راهو غايب، المستشار شي يهمه هو؟ يهمه فما توديمات ولا اكزاكتومون هي حكيتها هنا على برامج التوك شو براتيكومون كريم غربي معناتها لا لا التوك شو بصفه عامه ما غير ما سمعت حتى حد اي بالضبط ما دخلوش باش يقولوا معناها شكون الشخص المعين، هما يحكيوا على برامج اون جينيرال الترفيه الكل، برامج المنوعات الكل، التوك شو الكل، ودخلوا حتى في برامج المسابقات اللي قاعدين نشوفوا فيهم. وبيان سور وليد هو اللي يعطينا اكثر شنو ما اهم النقاط اللي ارتكز عليهم البرنامج. وليد ما زلت معنا بيان سور؟ معكم. دونك هذا هو تقريبا، معناها كلامي مش غلط، هذا هو اهم النقاط اللي حكيتوا فيهم البارح تقريبا. لا كلامك مش غلط اسامه، هو البرنامج اسمه دايوغ اسمه مونيتورينج يعني رصد باللغه العربيه، وهو برنامج بالشراكة مع الهايكا وعديد المنظمات اللي تعنى بحرية التعبير بالتعديل والتعديل الذاتي في المشهد التعليمي. الهدف منه مش التشهير ولا استبدال الناس، ولا بالعكس الهدف هو محاولة التعديل لا ريغولاسيون من خلال يعني الحديث عن نقاط الضعف، الحديث عن أهم التجاوزات لكراسات الشروط، أهم التجاوزات بمواثيق الأخلاقية. وليد سامحني، أول حاجة تبدأ بها هي الرصد، رصد التجاوزات هذه باش نجموا تحكيوا عليها. شنو هو أهم التجاوزات اللي تم رصدها واللي حكيتوا عليها البارح مثلا؟ هو انطلاقا دائما من ليبلام ولا لفت النظر من اللي تقدم فيها من هايكا لمجموعة من البرامج كيف برنامج نوفل الورثاني اللي عمل فيه ببليسيتي لشخص اللي هو كادوري مقطع قبلها كانت برنامج اللي حصلت فيه عديد التشكيات، وما غير ما نرجع على النقاط يعني الحلقة اللي قبلها اللي كانت فيها الحكمة هذيك اللي ما تم اعتباره مع استفزاز الرأي العام وغيره، ولو أنه احنا ماناش في أحكام أخلاقية ولا غيره، ماناش ضد أنه برنامج يكون مستفز ولكن يصنع الجودة ويصنع محتوى ذو جودة مش يعني استفزاز مبتذل فقط. دونك نستندوا دائما لمعايير موضوعية اللي هي كراسات الشروط واللي هو القرارات الصادرة عن الهيكاء أو الصادرة عن نقاب الصحفيين وغيره، ولا الرصد الخاص نتاعنا نحن إذا وصلتنا تشكيات من الجمهور وغيره. في الإطار هذا كنا في الحلقة السابقة استضفنا نوفل الورثاني يتكلم على الاحتجاجات اللي حصلت وشفته في الفيسبوك وفي لي ريزو سوسيو جينيرال ودافع وتكلم، ولكن حبينا نديفلوبيو الفكرة أكثر وجبنا مجموعة من الخبراء اللي هما ولا لي زانفيتي اللي هما كيف وليد برويس اللي هو رئيس تحرير كاكتيس براد اللي كانت أول مؤسسة أو بواد برودكسيون اللي بدأت تنتج في برامج تخدم في البرامج من النوع هذا. بالضبط.
وخلينا نميز بين حاجتين. راهو شنو كان موقف وليد؟ سامحني يا وليد وليد برويس معناها كإنسان كرئيس تحريره بيان سور معناها زاد في نقابة كاكتوس، شنو كان موقفه مثلا من اللي تقال في البرنامج ومن البرامج اللي حادت اليوم مثلا على حادت نقولوا احنا على المسار؟ هو بيان سور هو معناتها قال بأنه البرامج هذه هي أمر واقع وهي نتيجة للفراغ اللي موجود وكذلك نتيجة لأنه الرأي العام يحب الترفيه وسائمة من البلاتوات نتاع السياسة ومن العرك وغيره، ولكن في نفس الوقت اعترف أنه فما عديد التجاوزات وقالها صراحة أنه دائما فما كرسي فارغ في اللي برامج هذوما اللي هو الكرسي نتاع ليزانونسور نتاع المستشارين بالمعنى الرمزي، يعني كرسي فارغ يقصد بها أنه ليزانونسور هم اللي عندهم اليد العليا أنه هما اللي بعدها يتحكموا نوعا ما في هذه البرامج وفي التوجهات نتاعها الى غير ذلك. وصل قال يفرضوا اصلا يتحط اكران ليد دورا الانيماتور تتحط حكة الهريسة على اليمين وحكة الطماطم على اليسار وغيره باش نجم يعطيوا الفلوس وسبونسورينغ البرامج هذه. دونك هذايا مش بشرط هي سامحني وليد انه اليوم مثلا انا نقول لك في اللي قاله هو اسامه. اي فهمت. ما عشتهاش التجربة وما نجمش نقول انه يفرضوا عليه ولا ما يفرضوش، ولكن هو رئيس تحرير برامج قاعد يتكلم على الحاجات اللي عاشهم في البواطة اللي قاعدة تنتج مثل هذه البرامج. بار كونتر احنا رانا قاعدين نميزوا جدا بين برامج الترفيه بما انه البرامج هذه مذكورة اصلا في كراسات الشروط وهي امر ايجابي جدا موجودة في كل قنوات العالم وفي كل وسائل الاعلام وهي امر جيد جدا، وبين برامج اللي هي ما يسمى بتليفوبيل او تلفزيون القمامة اللي هي قاعدة تخلق في نوع رداءة كبيرة جدا. هذا واضح. اسمعني احنا جوست خطر مازالوا عنا تقريبا اقل من دقيقتين، شنية اليوم مثلا الحلول المطروحة؟ شنو اقترحتوا انت ومدام فتحية كخبراء في البرنامج؟ شنو هو الحلول اللي ماشيين فيها؟ يا اما نستغنيوا عليهم البرامج هذوما، يا اما لايكا تاخذوا فيهم موقف بالعقاب وما الى ذلك معناها بال والا تعديل، فما تعديل ممكن ينجم يصير. جستومون انا فهمت سؤالك، احنا راهو مانيش في البرنامج باش نقولوا هذا برنامج يتنحى، مش مؤهلين اصلا انه نحكم يتنحى ولا ما يتنحاش. اي ممكن تنزل عليه بالخطايا يتنحى بطبيعته معناها، ولكن عندنا مؤسسات نتاع التعديل والتعديل الذاتي كي نقولوا لا ريغولاسيون اي لوتو ريغولاسيون بداية من الهيكا وصولا إلى مجلس الصحافة اللي هو مؤسساتية توا النقاب الصحفيين لمجالس التحرير الداخلية في المؤسسات هذه. الهدف أنه ما ننزلقوش للرداءة، والهدف أنه ما نحاولوش معناتها المؤسسات هذه إلى مؤسسات لصناعة الرداءة. كي نقول الرداءة ما نحبش نقول حكم أخلاقي، الرداءة هو حكم موضوعي في المعلومة يمكن أي بالضبط، انه فما لا ديزانفورماسيون، تضليل الرأي العام، الانحراف بالرأي العام عن القضايا المثيرية كذا. هذا فيما يتعلق ببرامج يعني برامج صناعة المحتوى الإخباري. فيما يتعلق برامج الترفيه هو كما قلنا حاجة ضرورية في المشهد الإعلامي، أما بدون ابتذال نجموا نعملوا ترفيه من غير رداءة. انه شفنا في فرنسا قنوات فرنسية قنوات إيطالية قنوات أمريكية يعني ترفيه احتل حيز كبير جدا في هذه البرامج، ولكن فما مستوى انه كيجيبوا مثلا فنانين ويجيبوا كتاب وادباء يحترموهم مش يفقصوا لهم العظم على وجوههم ومعناتها ومصطلحات اغلبها نتاع غثه والحكايه هذه كل في بارو. وليد مسالونا 10 ثواني كان نجموا نختموا الكلمه الاخيره ولا التوصيه الاخيره، انت كصحافي تبارك الله لسنوات معناها في مختلف وسائل الاعلام تخدم وتشاهد وتراقب بيان سور، يعني باختصار في كلمه اخيره اليوم كيفاش توصف المشهد السمعي البصري اليوم في القنوات التونسيه، ولا شنو هو الحل الاخير اللي تقترحه؟ شوف هو بكل وضوح وبكل صراحة معناتها المشهد مريض نوعا ما، والمرض نتاعو هو راجع أساسا ما يسمى بلو موديل ايكونوميك بزنس موديل بالعربي يقولوا المنوال الاقتصادي. إذا ما خلقناش منوال اقتصادي آخر تعيش من المؤسسات ما تكونش رهينة لانونسور فقط أو رهينة لوبيات قاعدة تمول فيها فقط، مثلا تخلق ديزاكتيفيتي مثلا نقولوا إذاعات ثقافية تخلق مهرجانات تخلق مسابقات تخلق des activités culturelles etc. تشوف بنوك تدخل معها في سبونسورين، اذا ما تخلقش ما تنوعش ما تعملش
معناتها تنويع المنوال الاقتصادي نتاعها تقعد يحكم فيها جهه واحده فقط، فانه راهو نهار الجهه هذه تهز يديها مثلا لزانوسور ثم تتموت تبحث يا تتفق ولا تبحث عن جهه اخرى وستكون أسوأ الجهه الاولى وبشروط اجحف من الجهه الاولى. هذا معناتها شكرا يا وليد فقط، هو كلام استنادا الى دراسات دوليه في المجال هذا. شكرا كان معنا بالساعة وليد المجري، ميرسي بوكو، شكرا على يعني تفصيل التحليل هذايا للي قاعدين نشوفوا فيه اليوم في الميديا التونسية بصفة عامة. يعطيك صحة أسامة، داهمنا الوقت 11 ودقيقة طبعا، خليكم مع موعد الأخبار وراجعين نكملوا معاكم في المدام وجيه حتى نص النهار.